يقول: ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية، وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة، ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة، حجزت في المطار لمدة 6 أيام من قبل سلطات تلك الدولة، ولكني خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرا لبرودة الجو وبالتالي برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر للتيمم منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد، ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام، فهل علي إثم في فعل هذا؟ وماذا كان يجب علي أن أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله. أخطأت في تركك الصلوات في هذه الفترة التي ذكرتها، لأن المسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله. فإذا قدرت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، وإذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدمه أو لما ذكرت من شدة البرودة غير المحتملة وليس عندك ما تسخنه به، فإنه يجب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي. وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ماء وبدون تراب.